السلام عليكم. النهاردة هكلمكم على patient centered communication، وده مصطلح الحقيقة مش جديد قوي لكن جديد علينا في مجال الكوميونيكيشن خصوصا في العالم العربي. يعني ايه patient centered communication؟ من الاسم واضح انه المريض هو في بؤرة اهتمام الطبيب، وهو المحور اللي بيدور حواليه الانترفيو او المناظرة اللي بتحصل بين المريض بين الطبيب. هنا الحقيقة الكاريكاتير ده بيقول الطبيب شايفينه داخل يفحص المريض بشكل مباشر، والمريض بيقول له ببساطة شديدة جدا: أنا بس عايز أقول لك، عايزك تقول لي أنا عندي إيه. طبعا فكرة إن العيان يبقى مش عارف دي خطر جدا، لأنه لو العيان مش عارف كفاية عن المرض بتاعه او عن العلاج بتاعه، ده بيسبب بعد كده failure of communication، وكمان failure of adherence او نسميها الامتثال للنصح الطبي. المفروض في patient centered communication انه يبقى فيه علاقة تشاركية، يبقى فيه partnership among practitioners وال patients and their families when appropriate. يعني احيانا بيبقى العلاقه التشاركيه دي بين العيان والمريض فقط، لكن في احيان اخرى لابد ان العيله الاسره تدخل كطرف في هذه العلاقه التشاركيه. وده مهم ان حضراتكم تبقوا عارفين ان احيانا العيان مبقاش عارف حد من العيله يعرف، او في مشكله ما ينفعش العيله تعرف. دي مش the common condition لكن احنا بنقابلها في حياتنا العمليه. الحاجة التانية في البيشنت سنتر كوميونيكيشن، غير ان هو فيه تشاركية بين الدكتور او مقدم الخدمة الصحية وبين العيان او العيان وعيلته، فيه كمان حاجة مهمة للبيشنت سنتر كوميونيكيشن: it ensures that decisions respected to patients wants needs and preferences are considered. يعني ايه الكلام ده؟ يعني القرارات اللي انا هتخذها كطبيب سواء في العلاج او في المانجمنت بلان زي ما اتفقنا، اللي هي فيها الادويه والتحاليل واللايف ستايل هيبقى ازاي والتغذيه والفول ابس، كل ده ما يطلعش الا وانا كطبيب احترمت او خدت في حسابي رغبات العيان، احتياجاته، حتى كمان الحاجات اللي بيفضلها. يعني في ناس فعلا ما بيحبوش ابدا ياخدوا دواء شرب، يعني خليني اقول مثال بسيط، بيتعبهم جدا وانا ممكن اديهم بديل عن ده، فاذا بريفرنس هنا انا خدته في اعتبار. حتى ممكن كمان ناخد في اعتبارنا السوشيال نيدز بتاعه العيان، هو مش قادر يعمل دلوقتي العمليه لانه عنده سوشيال نيد، اولاده بيمتحنوا او عنده سفر قريب. اتخاذ القرار في هذه اللحظه ما ينفعش انا كطبيب الا اقرر، لازم يبقى في نوع من التشاركيه بيني وبين العيان بتاعي علشان نوصل لديسيجن، سواء بالعلاج او بالمتابعه او بالعمليه والانترفنشن يكون انا والعيان متفقين عليه. الحاجه الثالثه في البيشنت سنتر كوميونيكيشن ان هي بتاكد ان العيان عنده الإديوكيشن وعنده الدعم الأسري أو الدعم العائلي أو المجتمعي، إن هو يقدر يشارك في رعاية نفسه أو العناية بالذات. وده مهم جدا في الأمراض المزمنة. يعني العيان بيفضل طول عمره لو عنده دايابيتس لازم يبقى عنده المعلومة الطبية أو عنده الوعي الصحي. ساعات بسميه ده patient literacy، يعني patient literacy معناه انه يبقى عارف كل حاجة عن علاج السكر. فانا علشان يبقى فيه patient centered communication اوفر للعيان كل المعلومات دي علشان يساعد نفسه، وعلشان كمان يساهم في الاكتشاف المبكر حتى للمشاكل. هو جزء من المانجمنت بلان، جزء فعال مسته ان هو مع نفسه طول الوقت، بيتابع نفسه كل الوقت، بيراعي نفسه كل الوقت، وبالتالي يقدر يطلب الخدمة الصحية في الوقت المناسب لو حصلت كومبليكيشن او مفاجآت لهذا المريض. الصورة دي او الميني سيناريو البسيط ده، الواضح ان الطبيب، وطبعا ان هو حاطط السماعة، قاعد مع سيدة كبيرة في السن و
بيحقق العلاقة التشاركية دي. فبيقول لها is it okay it's I will show share some information, يعني ماشي ان انا هتكلم مع حضرتك عن بعض المعلومات اللي تخص الديزيز بتاعك. ودي على فكرة بيسموها consent, يعني انا باخد موافقة العيان ان انا اكلمه عن الديزيز بتاعه بتفصيل او بمستوى معين من التفصيل. مهمة جدا دي, وخصوصا لو في breaking bad news وده موضوع كبير عايز لوحده يعني منهج. خلاصة البيشنت سنتر كوميونيكيشن انه البيشنت سنتر كوميونيكيشن تعتمد على التوفيق بين تو اجندز. الاجنده الاولانيه اللي بيحملها الفيزيشن اللي هو الطبيب, الفيزيشن الانترست بتاعه او الفوكس بتاعته على ان هو يشرح للعيان المرض ويقول له هو عنده ايه والمفروض يعمل ايه, وده جزء مهم جدا لا غبار عليه. لكن بص على البيشنت اجندا او البيشنت فوكس بيقول ايه, ما هو بيفكر في ايه. العيان بيفكر انه في بعض الحاجات قلقاه, بسميها كونسيرنز, او في بعض المعلومات ناقصاه عايز هو يعرفها. دي غالبا بتبقى يعني مش واضح قوي للدكتور, لازم يدور عليها ويعمل لها نوع من الكلاريفيكيشن والتوضيح حتى بالدايركت كويستشنز. يبقى الدكتور جاي عايز يشرح للعيان هو عنده ايه ويتعالج بايه. البيشنت عنده هواجس, عنده مخاوف, عنده اسئله عايز يرد عليها, عايز معلومات ناقصه ممكن ما تكونش طبيه قوي لكن هو عايز يعرفها. فاذا دور الطبيب في البيشنت سنتر كوميونيكيشن ايه؟ الدور بتاعه انه يعمل نوع من البارتنرشيب بالدمج وبين البوث اجندز ويحل اي كونفليكت بتوين ذا تو فيوتشر او ذا تو اجندز, ويحل دي بروبلمز لو هتظهر بعد كده مشاكل بين العيان او في فهم العيان او فهم المريض هو يقدر يحلها. عن طريق ايه؟ عن طريق دايالوج اند نيجوشيشن. دايالوج يعني حوار, نيجوشيشن يعني تفاوض. اذا التو اجندز قدرت اجمع بينهم, لو انا بشتغل بالبيشنت سنترد كوميونيكيشن قدرت اوصل للعيان عايز ايه وقدرت اوصل له انا عايز ايه, ولو حصل مشاكل قدرت احلها, قدرت اتفاوض مع العيان وقدرت اعمل معاه حوار يوصلني ان انا اجمع بين التو اجندز اوفق بينهم. في حاجه اسمها consensus statement and sex function model. الconsensus statement ده عباره عن اتفاق او زي ما بيقولوا كده تعهد من ناس كتير جدا اشتغلوا على الكوميونيكيشن سكيلز وتدرسها في الميديكال اديوكيشن وتدرسها للاندر جراديوتس والبوست جراديوتس, اللي هم بيقولوا انه دايما تدريب على الكوميونيكيشن سكيلز لازم يتواصل, لانه الكوميونيكيشن سكيلز والكوميونيكيشن ان ميديسن كل شويه بيتضاف عليه معلومات وكمان بيتضاف نتائج الابحاث اللي بتتعمل على الكوميونيكيشن. في كوميونيكيشن ريسيرش بيتعمل كل سنه وكل سنه بنضيف حاجه جديده او بنلغي حاجه كانت موجوده, وده الحقيقه اللي خلاني اخلي الشرح بتاعي والموديول ده كله يبقى بالانجليزي. لازم حضراتكم تتابعوا الجديد في الكوميونيكيشن, وعشان تتابعوه هتحتاجوا تبقوا عارفين الكلام ده ان انجلش, وعشان كده انا شرحت الموضوع بالعربي عشان نبقى متواصلين, لكن البرزنتيشن نفسه بالانجليزي. الكونسنسس ستيتمنت دي طلعت من مجموعه من الناس اللي بيشتغلوا في الكوميونيكيشن تيتشنج في الميديكال اديوكيشن للاندر جراديوتس والبوست جراديوتس, وقالوا بناء على البراهين اللي ناتجه من الريسيرش اللي اتعمل على الكوميونيكيشن لازم يحدث نوع من تطوير واداء الاطباء بحيث ان هم يكونوا متمكنين من الابروتش الجديد او المعنى او الكونسبت الجديد اللي اسمه فيزيشن بيشنت كوميونيكيشن.
لان ده الحقيقه هيحسن جدا العلاقه بين العيان وبين المريض وبيحسن الكومبلاينس. ما ينفعش الطبيب يدخل ياخد الهيستوري ويفحص العيان ويقول له تعمل ايه من غير ما يكون حصل ديالوج، حصل كلام، حصل مشاركه في المانجمنت بلان، جاوب على الاسئله. وده الحقيقه اللي احنا بنفتقده في كتير من عياداتنا. عايزين نحسن ده وعايزين نربط بين العيان عايز ايه، الاجنده بتاعته ايه، مخاوفه ايه، وانا عايز اقول له ايه بما يخص المرض بتاعه او العلاج بتاعه. الحقيقه السكس كور فانكشنز دول حضراتكم هتلاقوهم خلاصه واسنس للكوميونيكيشن سكيلز اللي احنا قلناها والكونسبتس اللي بتتكلم في الكونسلنج. ايه هم السكس كور فانكشنز المفروض الطبيب يعملهم؟ اولا فوسترنج ذا ريليشن شيب، يعني استابليش جود ريليشن شيب. وده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل بفيربال ونون فيربال سكيلز وليسننج واسكينج كويستشنز. كل ده بيتراكم عشان يطلع لي منتج واحد اسمه جود ريليشن شيبس بين العيان والمريض، عشان يحقق بعد كده القدره على حسن التواصل. الفانكشن الثانيه المهمه جدا في البيشنت سنترد كوميونيكيشن جاذرنج انفورميشن، ودي افردنا لها وقت طويل، قلنا ازاي بنعمل جمع المعلومات عن طريق questioning سكيلز. اتكلمنا برضو عن providing information، دي فانكشن مهمه جدا للطبيب. والمهمه الرابعه والفانكشن الرابعه للطبيب ان هو يوصل للديسيجنز ميكنج او تو ميك ديسيجنز مش لوحده. ما ينفعش الدكتور ياخد القرار بالنيابه عن المريض، هذا خطا كبير وبيعود الخطر فيه على الدكتور لانه هيتحمل مسؤوليته، والحاجه الثانيه على العيان لانه جهله او عدم قدرته على اتخاذ القرار او ان هو يدرس القرار ده ويتعامل معاه، ممكن يؤدي الى فيلير اوف تريتمنت او مشاكل وكومبليكيشنز. الطبيب اللي هو بيشتغل بالبيشنت سنتر كوميونيكيشن لازم يبقى عنده القدره على الريسبونس تو ايموشنز. يعني العيان بتاعي انا ببص على وشه ساعه ما بقول لكم فيربال ونون فيربال كوميونيكيشن، بص على الفيشز فيشل اكسبريشنز بتقول ايه، بقدر اعرف من وشه هو قلقان ولا في ابريهنشن. احيانا العيان ستارت تو كراي، انت متخيلتش مثلا لو في سيناريو كده انه طبيب بيقول لام للاسف الجنين ميت، تخيل حضرتك حاجه زي كده، هاو ماتش بينفول، وازاي انت تتعامل مع الايموشن في اللحظه دي، ازاي انك لو بصيت على وشها لقيتها في ابريهنشن ذهول او بدات ستارت تو كراي، بدات تبكي في الحاله دي او بدات تبقى عصبيه جدا ولا وفي مرحله شوك الحاله دي، انت لازم تعرف ازاي تو ريسبوند تو ايموشنز، ازاي تهديها، ازاي تقلل انفعالها، ازاي بعد ما تتغلب على فتره الشوك دي تبدا تشرح لها او تبدا تبين لها كتير من المعلومات علشان تبقى عارفه هتعمل بعد ايه كده، يعني بعد كده بعد ما الحادثه دي حصلت او الماساه دي حصلت هتعمل ايه بعد كده. مهم جدا لحضرتك تو ريسبوند تو ذا ايموشنز، مش هتريسبوند للايموشنز الا اذا كان عندك نون فيربال كوميونيكيشن سكيلز وقادر انك انت تتابع كل النون فيربال كوميونيكيشن سكيلز والكيوز عن طريق ملاحظه عيانك. في الاخر اهم من اهم فانكشنز بتاعه البيشنت سنتر كوميونيكيشن انك تخلي العيان قادر على انه يخلي باله من نفسه، مش محتاج حد يساعده في اغلب الاحيان، ده افضل حل. وده بنقول عليه انيبلنج، يعني انك انت تمكنه انه هو يعرف ازاي يعالج المرض بتاعه، ازاي يتعامل في السيتويشنز المختلفه، وازاي ان هو يموديفاي اللايف ستايل بتاعه، امتى تسيك ميديكال ادفايس. وده موضوع كبير جدا جدا جدا، هو سيلف مانجمنت، انا ازاي اتصرف مع المرض بتاعي بحيث ان انا اتعايش معاه، اقلل الكومبليكيشنز قدر المستطاع،
لو في مفاجآت او حوادث او حاجه جديده طرقت عليا هتصرف ازاي، امتى اروح للدكتور، امتى اكلم الدكتور، امتى استنى شويه على لغايه ما الاعراض الخفيفه دي تعدي. كل ده فانكشن مهمه جدا في البيشنت سنترد كوميونيكيشن، ودي فعلا ممكن يتفرد لها مقرر لوحدها. في الحقيقه في الختام انا بشكركم وبقول لحضراتكم ده جزء بعتبره بيزكس، يعني اساسيات في الكوميونيكيشن ان ذا ميديكال براكتس، لكن في ادفانسد ليفلز في موضوعات كتيره عايزه نفرد لها مقررات ثانيه. لكن اتمنى ان حضراتكم تستفيدوا وتتدربوا وتحاولوا مره واثنين وثلاثه وتستخدموا التشيك ليست اللي موجوده. في طريقه ظريفه جدا انك تساعد غيرك على ان هو يحسن الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته، دي بنسميها بير education، يعني انتوا اتنين، واحد بيلاحظ ويعني انت بتكومنيكيت ازاي وبيقول لك والله انت بيلاحظك وانت بتكومنيكيت ويقول لك والله انت عملت ده كويس، لا ده كان المفروض يتعمل احسن، ايه ده انت نسيت حتى تسال عيان عن اسمه. فاذا البير education ده او انك انت يبقى في شخص يستعمل التشيك ليست ويقول لك انت عملت كذا وما عملتش كذا، انت عملت ده كويس انت نسيت ده، بيساعدك جدا 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 انك انت تحسن الاداء بتاعك. ودايما بقول لحضراتكم التشيك ليست دي عباره عن ذا كي فور بيتر بيرفورمانس، ودي وسيله educational بتساعدك انك تفتكر كل الخطوات وبتكررها مره واثنين وثلاثه وعشره، بعد شويه هتستغنى عنها بس هتكون عملت وظيفتها وساعدتك في التعلم. ارجو انكم تكونوا استمتعتوا بالمقرر ده، ان شاء الله اشوفكم مقررات ثانيه في رواق من خلال معتمد مع جزيل الشكر، وان شاء الله القاكم على خير.